هي احنا الموقف ديالنا في داخل الاتحاد الاشتراكي في 2015، بعد بالانتخابات مباشرة تمت المصادقة على هذا التصميم ديال المدينة القديمة، وكنا احنا صوتنا عليه بالرفض، لأنه نبهنا الجميع، وكنا يعني نبهنا يعني في المجلس السابق الوكالة الحضرية عبر مجموعة من التعرضات التي لم تستجب لها الوكالة الحضرية، ولذلك تم يعني رفضنا لهذا المشروع، لأنه فيه مجموعة من الاختلالات، فيه مجموعة من الملاحظات بخصوص غياب الديمقراطية التشاركية وعدم الاستجابة لمجموعة من التعرضات. يعني ملي طرحنا هذا المشكل في الدورة الاستثنائية يعني تنبهنا الى مجموعه من الامور، لان التصميم هي كنقولوا انه واحد التصميم اللي كيرهن المدينه يعني في السنوات المقبله، بما انه مدينه تيزنيت حاليا يعني عندها مشكل انه تقريبا يعني استنفذت يعني الوعاء العقاري اللي عندها،